وكل باب وإن طالت مغالقه يوما له من جميل الصبر مفتاح. فاصبر لربك لا تيأس فرحمته، للخلق ظل وللأيام إصباح. صباح الخير على السادة المشاهدين والمشاهدات، وحلقة جديدة من برنامج فكرة إبداع مع مبدعين أكاديمية فكرة إبداع. نتعرف سريعا على الجميلة لوجي. أقرب المايك. لوجي هيثم عزت حبيب، عندي 12 سنة، محافظة الجيزة، مركز البدرشين. تمام. مين أكتر حد بيدعمك يا لوجي؟ ماما وبابا وجد عزت وجد جمال وتيتا ما شاء الله، واختي وصاحبتي فاطمة. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده كل انت بتقولي كل ده عشان ما يزعلوش يعني؟ هيزعلوا برضه. هم فعلا كانوا بيدعموني. أقرب المايك بس. تمام. طب حابة تسمعينا ايه النهاردة بقى؟ ايه العمل يا أحمد؟ يلا اتفضل. ايه العمل يا أحمد؟ يوم طلعت المشهد، كل الأمم تشهد إنك رسول الله. إيه العمل يا أحمد؟ يوم طلعت المشهد، كل الأمم تشهد إنك رسول الله. ارحم محبينك عاشوا على دينك، ارحم محبينك عاشوا على دينك. ما أحلى سواد عينك يا أحمد يا رسول الله. إيه العمل يا أحمد؟ يوم طلعت المشهد، كل الأمم تشهد إنك رسول الله. نبينا الزاني والله زين، لو انشق القمر نصفين. نبينا الزاني والله زين، لو انشق القمر نصفين، وعرج ليلة الاثنين إلى الحضر وبيت الله. إيه العمل يا أحمد؟ يوم طلعت المشهد، كل الأمم تشهد إنك رسول الله. برافو ما شاء الله عليك. سقفوا لها بقى. جميل ما شاء الله، الله اكبر عليك، احسنت. انت بدأ بقالك قد ايه بقى؟ ده المايك بدأ بالانشاد بقالك قد ايه؟ شهرين شهر ونص. لا على صوتك مش سامعني حاجه. شهرين شهر ونص والله. والصوت الجميل ده ما شاء الله، الله اكبر عليك. بتمنى لك كل التوفيق ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. وننتقل الى الجميله رتاج. انا اسمي رتاج شريف، عندي 12 سنه. انا بدعم لماما وبابا واخواتي وتيتا وجدي. بتدعميهم ولا هم اللي بيدعموكي؟ قرب المايك. بيدعموني. هم اللي بيدعموكي ما شاء الله اكبر. طيب حابه توجه لهم شكر؟ احب اوجه لهم شكر كبير جدا، لانهم عملوا مجهود كبير معايا. ربنا يبارك لك فيهم. هتسمعينا النهارده؟ سمع الله الله. اتفضل. الله 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 على نور رسول الله. الله 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 على نور رسول الله. سيدنا النبي حنين، سهل كده وليل. سيدنا النبي حنين، سهل كده وليل. بين يا زين بين حسن رسول الله. الله 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 على نور رسول الله. الله 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 على نور رسول الله. طه ده نور على نور، مدح فرح وسرور. طه ده نور على نور،
مدح فرح وسرور، ويا رب يا رب نزور سيدنا رسول الله. الله 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 على نور رسول الله. الله 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 على نور رسول الله. الله أكبر عليك، ما شاء الله أكبر عليك. عندك كم سنة بقى كتكوتة؟ 12. في المايك عندك كم سنة؟ 12. ما شاء الله أكبر عليك. في الإنشاد بقالك قد إيه؟ في المايك يعني 3 شهور ونص كده. 3 شهور؟ ما شاء الله أكبر عليك. بتمنى لك كل التوفيق والنجاح الدائم إن شاء الله بإذن الله. وننتقل بقى إلى الجميل محمد بدر. عرفت من نفسك أكتر؟ أنا محمد بدر عطوية، عندي 12 سنة، دهشور بدرشين جيزة. من البدرشين دهشور، صح كده؟ مين أكتر حد بينامك؟ بابا وماما وأخواتي وأستاذ رضا حضرتك. واستاذ كريم واستاذ محمود. ما شاء الله. طيب انت تسمعنا النهارده بقى؟ الله الله. في المايك بقى. الله 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 على نور رسول الله. 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 هو النبي هو في القلب من جواه. هو النبي مفيش قوة تحجب رسول الله. الله 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 على نور رسول الله. الله 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 على نور رسول الله. الله أكبر عليك، الله أكبر عليك، صوتك جميل جميل جميل، ما شاء الله أكبر عليك. أنت حابب توجه شكر لمين؟ يعني بابا، قول في المايك. بابا وماما وأخواتي. ما شاء الله، ربنا يبارك لك فيهم. وننتقل إلى المبدع رجب حارس. عرفت من نفسك أكتر؟ أنا رجب حارس من مترينا، محافظة الجيزة. ما شاء الله، حابب تسمعنا النهاردة؟ نور البدر. يا سلام، تفضل. نور البدر جميل في بهاها، يا بشرى برسول الله. نور البدر جميل في بهاها، يا بشرى برسول الله. هل الهلال يا محلى جماله، هل الهلال يا محلى جماله، محلى جمال رسول الله، محلى جمال حبيب الله. هل البدر ونوره نور، واللي يشوفه بسرعة يكبر. هل البدر ونوره نوره نور، واللي يشوفه بسرعة يكبر. قولوا معايا غنوا معايا، قولوا معايا غنوا معايا. الله أكبر الله أكبر، نور الزم من نور مولاه، نور الزم من نور.
نور مولاه نور البدر جميل في بهاها يا بشرى برسول الله نور البدر جميل في بهاها يا بشرى برسول الله هل الهلال يا ما أحلى جماله هل الهلال يا ما أحلى جماله ما أحلى جمال رسول الله ما أحلى جمال حبيب الله. ما شاء الله الله أكبر عليك، أحسنت يا رجب. أنت ما كملتش ليه؟ ما حضرتك دي كوبلين. ده كوبلين؟ ما شاء الله الله أكبر عليك، أحسنت أحسنت يا رجب. حابب توجه شكرك لمين يا رجب؟ لماما وبابا الله يرحمهم. رب الله يرحمه ان شاء الله يكون في مكان احسن من كده بكتير طبعا ان شاء الله. ربنا يبارك لك في ماما يخليك. وننتقل الى المبدعه والمتالقه رنا عاشور اللي مغلبانا دايما وتعبانه. هتسمعينا يا رنا؟ مسكفاح. مسكفاح، يلا يا رنا. المسكفاح المسكفاح لما ذكرنا رسول الله والنور لاح النور لاح لما حضرنا أبا الزهراء. المسكفاح المسكفاح لما ذكرنا رسول الله والنور لاح النور لاح لما حضرنا أبا الزهراء. الله الله وأقول لمين النبي غالي. الله الله اشكي لمين وجدي وحالي وأقول لمين النبي غالي ايه اللي غير أحوالي غير الغرام برسول الله. المسكفاح المسكفاح لما ذكرنا رسول الله والنور لاح النور لاح لما حضرنا رب الزهراء. طول عمري بتمنى اشوفك الله الله وانظر جمالك وابوسك الله الله. طول عمري بتمنى اشوفك وانظر جمالك وأبوسك صبرت نفسي بأحاديثك وأقول لابد في ليلي أراه. المسكفاح المسكفاح لما ذكرنا رسول الله والنور لاح النور لاح لما حضرنا اكبر عليك. انت اصلا مبدعه ما شاء الله اكبر عليك. اولا احنا ما تعرفناش بيكي بقى ومسالناكش طبعا مين اكتر حد بيدعمك. بابا ماما اخواتي حضرتك. طيب بصي للكاميرا وانت كمان بصي مين بقى اكتر حد بيدعمك. بابا وماما اخواتي وحضرتك. انت عندك كام سنه بقى الاول؟ 10. 10 سنين. حاسه ان انت صغيره عن كده ولا كبيره؟ نقول كبيره. لا كبيره. ما شاء الله عليك، ربنا يوفقك ان شاء الله باذن الله وتحقق كل احلامك، وربنا يبارك لك في بابا وماما واخواتك عشان ما يزعلوش. ها؟ وننتقل الى المبدعه الحاصله على المركز الاول على مستوى الاكاديميه. ها؟ جنى احمد. عرفينا بنفسك اكتر يا جنى. اسمي جنى احمد السيد. عندي 13 سنه من محافظه الجيزه البدرشين قريه ابو رجوع. مين اكتر حد بيدعمك يا جنى؟ ماما وبابا. بصراحه. ماما وبابا. ماما وبابا؟ حد تاني؟ اكتر ماما. ربنا يبارك لك فيها. هتسمعينا النهارده؟ طالما اشكورا. اتفضل. طالما اشكو غرامي يا نور الوجود طالما اشكو غرامي يا نور الوجود وأنادي يا تهامي
يا معدن الجود وأنادي يا تهامي يا معدن الجود منيتي أقصى مرامي أحظى بالشهود منيتي أقصى مرامي أحظى بالشهود وأرى باب السلام يا زاكي الجدود وأرى باب السلام يا زاكي الجدود يا طراز الكون إني عاشق مستهاب يا طراز الكون إني عاشق مستهاب مرم والمدح فني يا بدر تمام مغرم والمدح فني يا بدر التمام وعليك الله صلى ربي ذو الجلال وعليك الله صلى ربي ذو الجلال يكفي يا نور الأهل أن هجري طال يكفي يا نور الأهل أن هجري طال. الله أكبر عليك، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، صوتك ناعم كده وجميل، ما شاء الله الله أكبر عليكي. وأنا عايز أقول لك إن أنت هيبقى لك مستقبل كبير جدا جدا لو استمريتي في التطور ده بجد، يعني صوتك ما شاء الله اكبر قوي، وفي نفس الوقت عارف اللي هو يعني ناعم كده وجميل، يعني جميل ما شاء الله اكبر، عندك موهبه جميله، بتمنى لك كل التوفيق ان شاء الله باذن الله. وننتقل الى المبدع يوسف احمد، عرفنا نفسك اكتر يا يوسف. انا يوسف احمد محافظه الجيزه مركز البلاشين قريه ايه؟ قريه مزغول. ايه يا عم مكسوف تقولها ولا ايه؟ عندك كم سنه يا يوسف؟ 12 سنة؟ مش 12 ونص؟ 12 13؟ 13 هتسمعنا ايه النهارده؟ لأجل النبي. اتفضل أقرب المايك بقى. لأجل النبي لأجل النبي لأجل النبي تقبل صلاة على النبي لأجل النبي لأجل النبي لأجل النبي لأجل النبي تقبل صلاة على النبي لأجل النبي يا إلهي الكل كل كل لأجل النبي لأجل النبي أنت عالم بيا كل كل لأجل النبي لأجل النبي يا إلهي الكل كل كل لأجل النبي لأجل النبي أنت عالم بيا كل كل لأجل النبي لأجل النبي يظلموني انت شايف يتهموني برضو عارف يظلموني انت شايف يتهموني برضو عارف من عبادك إيه حصل لي أنا في جاه النبي تكرم عبيدك والنبي أنا حبيبي حبيبي النبي تقبل صلاة على النبي لأجل النبي لأجل النبي لأجل النبي القعدة حلوة والنبي عند النبي ولأجل النبي لأجل النبي لأجل النبي تقبل صلاة على النبي لأجل النبي
ولاجل النبي لاجل النبي لاجل النبي تقبل صلاة على النبي لاجل النبي. ما شاء الله الله اكبر عليك. ما شاء الله الله اكبر عليك. احسنت احسنت الله اكبر عليك. بس انت انا حاسس انك خايف شويه خايف شويه صح؟ ما شاء الله اكبر عليك. احسنت. مين اكتر حد بيدعمك يا يوسف؟ ماما وبابا وحضرتك. ما شاء الله ربنا يبارك لك في ربنا يبارك لك في بابا وماما ويحفظهم ان شاء الله باذن الله. طبعا انا اتفضل. كنت عايزه اشكر حضرتك واشكر مس ايات. ما شاء الله الله اكبر. يا تسلمي لي والله مش عارفه اقول لك ايه. وانا كمان مس. الله يعزك. انت شكرا. والله الشرف اللي انا طلعت على التلفزيون. الله يعزك. انا يا حبيبي اتشرف بيك والله. انا اتشرف بيك يا حبيب قلبي. ربنا يوفقكم جميعا وتحققوا كل اللي بتتمنوه ان شاء الله باذن الله. يعني انتوا اصلا مبدعين ما شاء الله اكبر ومختارين طريق كويس جدا طريق جميل. بتمنى من ربنا ان انتوا تستمروا فيه وربنا يوفقكم وتحققوا كل احلامكم وتفضلوا افضل منشدين على مستوى الجمهوريه، لا مستوى العالم ان شاء الله. واثق فيكم ان شاء الله باذن الله. بشكركم جدا وشرفتوني ونورتوني. ومش عارف يعني انا في كلام كتير جدا عايز اقوله لكم بس ربنا يوفقكم ان شاء الله باذن الله. ونقطع فاصل ونرجع لحضراتكم من تاني. ورجعنا لكم بعد الفاصل ومع مبدعينا الجمال مبدعين ويدنج بلانر. ونتعرف سريعا على الويدنج بلانر ندى رزق. اهلا وسهلا بيكي. اهلا وسهلا بحضرتك. ندى رزق من محافظه الجيزه. عرفينا بنفسك اكتر. مركز بدرشين 22 سنه خريجه خدمه اجتماعيه جامعه حلوان. ما شاء الله الله اكبر الله اكبر. مين اكتر حد دعمك في الموضوع دوت؟ ماما وبابا يعني في البدايه. ماما وبابا؟ اه ما شاء الله اكبر. حابه توجهي لهم رساله؟ اه طبعا. شكرا وشكرا على كل الدعم اللي هم دعموه لنا في البدايه ولحد النهارده. يعني طول الوقت في دعم منهم كتير يعني في كل المواقف حتى لو في اي مشكله هم اول حد بيكون معانا فيها. وشكرا جدا ليهم يعني. ما شاء الله اكبر. كان بدايه الفكره من امتى مثلا؟ من كام سنه؟ او كانت الفكره من 2019 بس ما كانتش في مجال الويدنج خالص، هي كانت في شغل هاند ميد عموما. فبعد كده رحمه اقترحت علينا فكره ان احنا ندخل شغل الويدنج بلانر في شغل مع شغل الهاند ميد بحيث ان هو يكون دمج للموضوع. يعني احنا بنكمل احتياجات حاجه تانية او جزء احنا دخلناه، فقلنا يعني نغطي الشغل كامل يكون عندنا كل حاجه متوفره في الشغل. بتتكلمي من 2019 يعني النهارده 2024 احنا يعني خلاص 2025 يعني بتدخل على 6 سنين بالظبط كده. احنا بدانا 12/12/2024 ما شاء الله. كانت بدايه مشروع يعني. الله اكبر. كانت اول بدايه طبعا ما كنتش متفائله بيها او محتفظه بالصوره لحد دلوقتي؟ اكيد يعني اول بدايه كانت مش كويسه خالص وكانت مش احسن حاجه. بس دلوقتي في تحسن كتير قوي عن الاوقات اللي فاتت. والحمد لله يعني وفي تطور في الشغل ودخلنا اشكال جديده كتير وفي منتجات جديده واشكال جديده بنحاول ندخلها الفتره الجايه كموديل. يعني اصلا الويدنج بلانر او الديكورات عامه بتبقى في موديلات كل شويه صح؟ بالظبط كده. يعني احنا بادئين من 2019 لحد النهارده احنا بنتكلم في عدد كويس جدا عندنا في اكتر من شكل. نفذنا على ارض الواقع اكتر من 500 شكل. ومعانا اشكال طبعا جديده وبنبدا كل فتره بنغير اشكال الديكورات للشكل اللي هو الموجود يعني الشكل الجديد اللي ظاهر. وبدانا عملنا حاجات من تنفيذنا وكل الحمد لله نفذها بعدنا يعني بعدنا بحبه حلوين. بس والحمد لله ان شاء الله بتمنى توفيق ربنا الفتره الجايه ونكمل ان شاء الله في شغل اجدد ان شاء الله. بتمنى لك كل التوفيق ان شاء الله باذن الله. وطبعا شرفت بيكي والله. شرفتني ان احنا مع حضرتك النهارده. وننتقل الى الويدنج بلانر مبدعه رحمه. طبعا يعني انا بنتقل لاختها على طول. رحمه جز محافظه الجيزه مركز البدرشين 20 سنه. بدات مع ندى انا وهي بادئين مع بعض. الدعم الاساسي لينا ماما وبابا ما شاء الله ربنا يبارك لك فيهم. يعني اماني وغنى. بس يعني دي الفكره. طيب البدايه كان من 2019. مين بدا الفكره يعني مين اقترح الفكره؟ اول بدا اللي هي صواني الشبكه والمناديل والحاجات دي كلها. بعدها بقى اقترحت عليها ان احنا نعمل ليه ما نعملش ديكوريشن وكده فعملناه. بدانا يعني عملناه في الاول. بداتوا بدايره ولا مربع؟ بدايره. فضلت 6 شهور مش شغاله يعني. انا عايز اقول لكم ان اكتر الويدنج بنار 90% من الويدنج بنار هم بادئين اصلا دايره. مش فاهمه صح كده؟ بس كانت اتشهرت في الاول يعني. في البدايه فبدانا بيها. البدايه ما كانتش احسن حاجه بس دلوقتي يعني الحمد لله في تطور كبير جدا. شغالين الجيزه والقاهره ما شاء الله.
مفكره الفتره الجايه هشتغل قليوبيه برضه. اه باذن الله يعني هتكون معانا القليوبيه. انت اتفقت على كده يعني؟ اه خدت قرار؟ ايوه باذن الله يعني ما شاء الله ربنا يكرمنا ونروح محافظات يعني باذن الله. ان شاء الله باذن الله ربنا يوفقكم وتحققوا كل احلامكم باذن الله. اللهم امين يا رب. في رساله حابه توجهيها لحد معين؟ اه اشكر ماما وبابا يعني لانهم وقفوا معانا كتير وفرحانه انا وصلت اللحظه دي عشان هم فرحانين دلوقتي اكيد شايفيني يعني مبسوطين. اكيد انتوا شايفينهم. اه يا ربنا يبارك لك فيهم ويعينك عليهم. يا رب. تمام؟ والله بجد يعني ربنا يبارك لك فيهم وربنا يوفقك وتحقق كل احلامك وتوصل افضل من كده بكتير. ان شاء الله. مش نروح محافظات بس بقى يعني نلف العالم. ان شاء الله امين المره الجايه ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. شرفتنا ونورتنا والله. وننتقل الى المبدعه فاطمه محمد. فاطمه محمد قرب المايك بقى يا فاطمه. حاضر. فاطمه محمد من محافظه الجيزه مركز العياط. عندي 20 سنه مدرسه كليه اداب بقسم علم اجتماع. ما شاء الله الله اكبر الله اكبر. مين اكتر حد بيدعمك يا هو والدي ووالدتي واخواتي. ده لازم اخواتك. اخواتك صبيان صح؟ لا بنت وولد. بنت وولد؟ اه قولي اذكري اسم الولد بسرعه عشان ما ينكتش عليك النهارده. حسن اخويا وفي اختي. ربنا يبارك لك فيه. ربنا يبارك لك فيه. طيب ايه بقى بدايه شغلك ووصلت لمرحله ايه وكان بدايه اصلا يعني انت بادئه بقالك قد ايه؟ انا بدأ حوالي اديلي 10 شهور بس. بدأ من 28/12 2023. 28/12 اللي فات؟ اه يعني اديلي 10 شهور بالظبط. ما شاء الله الله اكبر عليك. بس اللي هو يعني في الاول في البدايه ان انا ما طلعتش اوردرات كتير لان لان الموضوع كان عايز شهره كبدايه في الاول وعايز راس مال. فاللي هو بدأت اجمع الحاجه وبدأت اسال ده وده في اللي شغالين قبلي في المجال طبعا. وكنت بلاقي دعم بقى منهم في البيت وكنت بلاقي دعم من الاستاذه حنين لما اقترحت عليها الفكره. انا شغاله شغل غير الويدنج اللي هو كنت شغاله في مكتب محاميه كانت مع الاستاذه حنين ومن ساعتها اقترحت عليها الفكره وكده فاللي هي حبت الفكره وشجعتني عليها ودعمتني. شغاله عند الاستاذه حنين لحد دلوقتي؟ اه لسه مستمره معاها. استاذه حنين مكافاه للاستاذه فاطمه طالما ذكرت اسمك. وطبعا كنت بلاقي دعم من اصحابي وبس وبدأت بقى الفكرة ونفذتها. طيب هل من مثلا من انت بتقولي كم 12؟ 28/12 لحد احنا بنتكلم النهارده في شهر 10. شهر 10. اه. حسيت ان في تطور او مثلا أيوة. مثلا من شهر 1 او من شهر 2 او من شهر 3 لحد مثلا احنا بنتكلم مثلا من شهر 7 لحد شهر 10 اكيد أيوة. في انت اتشهرتي على مستوى العياط. ايوه واللي هو صح؟ يعني العملاء كمان بيبقى ليهم دعم اساسي ان هم اصلا يوصلونا لحاجه اكبر. اه ما شاء الله. بسبب ان احنا بنتطور زياده. ما شاء الله اكبر. برضه بس برضه العامل ليك انت يعني انت مثلا لو شغلك يعني كويس انا عايز اقولك انت تنتشري في بسرعه جدا. ايوه صح كده؟ لا ما شاء الله اكبر عليك يعني ربنا يوفقك يا رب يا فاطمه. وطبعا لكل مجتهد نصيب. اجتهدي مره واثنين وثلاثه واعملي ديكورات. انا عايز اقولك ان تقريبا ندى ورحمه عملوا كده اللي هو كان اول فلوس للديكور خدتوها عملتوا بقى ايه؟ جبنا بيها ورد صح كده؟ اه. طب وتاني فلوس؟ جبنا احنا لحد النهارده بنجيب حمام. لا بتهزروا. فلوس الشغل بتتصرف على الشغل. ايه؟ فلوس الشغل بتتصرف على الشغل عموما يعني. بس بيبقى في جوانب ثانية. من ساعة ما بدأت الويدنج وكده اللي هو الموضوع عايز تطور فتبقى في دوامة أصلا وتبقى عايز تشتري حاجات أكتر. الدايرة دي ما بتقفلش. صح كده؟ يعني أنت كل أوردر مثلا بتجيبه بيطلع معاك. اه. ده شغلك صح؟ شغلك اللي معروض على الشاشة. شغل ندى ورحمة. ده شغل ندى ورحمة؟ اه. شغل ندى ورحمة. ما شاء الله أكبر عليك. لا شغل جميل جميل جميل. اشتغلنا في اليمن. لا الله أكبر الله أكبر يعني طب إيه بقى يعني دي أكيد مش في البلد مثلا مش في قرية واحدة بس أو بلد واحدة بس. اشتغلنا تجمع واشتغلنا زايد واشتغلنا أكتوبر. واشتغلنا مع عملاء سودانيين وعملاء تراكوا واشتغلنا مع ناس يمنيين. ايه الفرق ما بين السودانيين والتراكوا بالنسبه بقى لا والله هم كلهم كانوا من احسن الناس في التعامل حقيقي من احسن الناس اللي اتعاملنا معاهم ويعني ما وقفناش عندهم بس هم عرفونا بالناس اللي قاعدين في مصر تبعهم واشتغلنا معاهم برضو. وما كانش شرط في شغل الديكورات بس احنا عملنا لهم توزيعات الاسبوع وتوزيعات كتب كتاب. اشتغلنا معاهم في حبه حاجات حلوه واشتغلنا برضو مع ناس سوريين اخر ديكور الاسبوع اللي فات.
وان شاء الله الفتره الجايه في شغل لينا هيوصل بره مصر باذن الله يعني. مع اجانب بقى ان شاء الله وصلنا امريكا وانا وديت شغل كل احلامكم ان شاء الله باذن الله. وفي شغل بتاع السعوديه برضه. طبعا حابه ان مجال الشغل ده صعب اللي هو كبنت او كده في طبعا في مناطق في الارياف. ايوه اللي هو حابه اشكر والدي ووالدتي ان هم وافقوا على الشغل ده لان هو بصراحه يعني انا مش بشتغل الشغل ده كمنديه او راس مال او كده. انا كنت بشتغل الشغل ده لان كنت حابه المجال نفسه. فاللي هو حابه اطور نفسي اكتر فيه وحابه ان انا يعني ابقى في مكان اكتر فيما بعد. ما شاء الله اكبر عليك، ربنا يوفقك وتحقق كل احلامك ان شاء الله باذن الله. وننتقل الى المبدعه شيماء السيسي. طبعا شيماء السيسي انت معروفه عامه. أيوة. اللي هو انت اصلا يعني انت منشده بعيدا عن مجال الويدنج بلانر صح كده؟ تمام. عرفينا بنفسك اكتر بقى، يعني احنا عايزين نعرف ايه المواهب اللي عندك تاني، بس ما تقوليش رسم عشان ايه. انا شيماء السيسي يعني مشهوره بكده. وعندي 20 سنه بدرس في كليه خدمه اجتماعيه جامعه حلوان. مين اكتر حد بيدعمك بقى؟ عشان امي اللي بتدعمني في كل حاجه، يعني اي حاجه انا فيها امي اللي بتدعمني فيها، يعني كان انشاد بقى يعني ديكور اي حاجه انا بعملها امي بتدعمني فيها. ربنا يبارك لك فيها، ربنا يبارك لك فيها. وطبعا يعني ان شاء الله السنه الجايه نشوفها على جبل عرفات، قولوا امين. ونشوف امهاتنا وابهاتنا كلنا ان شاء الله باذن الله على جبل عرفات. دي امنيتهم على فكره، دي امنيتهم طبعا، فربنا يحقق امانيهم يا رب. طيب كلمينا بقى عن بدايتك وعن تطورك وعن بدايه الشهره بتاعه الانشاد، يعني احنا برضه هنسال عن موضوع الانشاد. أيوة. ما احنا بنستغل الفرصه. هو انا الانشاد يعني بصراحه كنت في ابتدائي واعدادي كنت دايما كانوا بيطلعوني الاذاعه بتاعه المدرسه وكده وقولي غني انشدي اعملي اي حاجه. فشفت بقى حفله لحضرتك يعني كانت في كنت في اولى ثانوي وقتها ما شاء الله، فحبيت ان انا ادخل مجال الانشاد. فجيت بقى وحبيت ان انا اطور واجتهد وخدت كورس وبعد كده طلعنا حفلات، فحسيت ان انا يعني في فرق شاسع قوي بين زمان وبين دلوقتي ما شاء الله. الويدنج بقى بلانر يعني بدأته من حوالي 4 شهور. 4 شهور؟ ايوه. بتهزري؟ البدايه ما كانتش احسن حاجه خالص خالص خالص. يعني ابتدينا بديكور واحد. فطبعا بقى الديكور ده جبنا شويه ورد برضو عليه. بدأت ان انا اعمل بروفات يعني كتير قوي ان انا اعمل وافك واعمل وافك ما كانش بيعجبني لحد اما نزلت بقى على الفيس ان انا عايزه ان انا هبدا المشروع ده، وعلى الواتس عملت جروب برضو واتساب. طبعا لقيت دعم بقى من صحابك واهلك. أيوة واحبابك. أيوة. صح كده؟ ايوه لقيت كله اصلا حابب الفكره ولقيت اول اوردر طلب من واحده صاحبتي في الشوبك. عملته لها وبرضو. مين بقى؟ مين اول واحده؟ فاكره اسمها؟ هي كانت بنت عم خلود صاحبتي. ايه اللفه دي؟ فخلود صاحبتي يعني اللي رشحتها ليا. فعملت لها برضو يعني ما كانش احسن حاجه، بس كان بين البروفات وبين الديكور ده يعني كنت شايفه ان لا ان في فرق. يعني انت بتتكلم ان من 4 شهور واحنا النهارده في فرق شاسع. فرق شاسع قوي. ليه؟ لان انت مستمره. ايوه حبيت المجال. انا اصلا خدت اللي هو ايه يعني كتجربه. يعني ما كنتش اعرف ان هو ممكن ينجح معايا. ما كنتش اعرف ان هو ممكن ان انا اتطور واعمل حاجات اكتر. انا قلت اخدها تجربه، نجحت ما نجحتش ما نجحتش. والحمد لله ربنا وفقك. والحمد لله ربنا وفقني يعني. ده رزقك على فكره. أيوة. ده اولا واخيرا ده رزق، وربنا عارف تاكيد طبعا عارف شيماء وعارف عارفنا كلنا وبيرزق كل واحد على قد مسؤولياته. يعني انت مثلا لو مثلا شيماء بيطلب منها اوردر، بيطلب منها اوردرين، بيطلب منك 3، بيطلب منك 4، كل واحد بياخد رزقه. ده فعلا وربنا عارف بالظروف، عارف كل واحد هيكفيه قد ايه، ده يكفيه جنيه، ده يكفيه 2 جنيه، وده يكفيه 3 جنيه وهكذا. تمام؟ فبجد يعني ده مشروع جميل، وطبعا انا يعني بشجعكم جدا عليه لان هو مشروع. انا مش بحسه ان هو شغل، انا بحسه موهبه. صح كده؟ امسك المايك بقى وكلميني. ما قلتش ان انا في حقوق القاهره. ايه؟ ما قلتش ان انا في حقوق القاهره. اوعي تقوليها بقى. قلتها خلاص. والله بجد يعني انا اتشرفت بكم جدا جدا. شرف لينا. شرف لينا. وبتمنى ان شاء الله باذن الله ربنا يوفقني واطلع انجح وابقى يعني ان شاء الله باذن الله ربنا يوفقنا اكتر من كده. ان شاء الله. ودايما هتبقوا معايا. ان شاء الله باذن الله. يعني انا بجد والله مبسوط بالحلقه بكم جدا جدا جدا. يعني انا مبسوط جدا جدا بكم والله.
لو حابب حد مثلا يقول رساله، حابب يقول نصيحه، شيماء. شيماء طبعا احنا بنحاول نبعد عن النصيحه برضو، جاي لنا في النصيحه. اتفضلي يا شيماء. اقول نصيحه، انا بوجه شكر لحضرتك انك برضو وقفت معايا وساعدتني في المجال ده، ومكتب برضو الديكورات يعني ساعدني قوي قوي، ان انا ممكن مثلا يكون يطلب، انا عندي مثلا ديكور واحد ممكن يطلب مني ديكورين في يوم واحد، فلو ما كنتش بعرف اعمل ايه، فبما حضرتك وفرت لنا المكتب ده بجد يعني بشكرك جدا يعني. الله يعزك، انت فوق دماغي والله. وانا عايز اقول لكم المشروع ده يا جماعه، المشروع ده جاي كده اللي هو تجربه برضو زيكم بالظبط، قلنا نجرب، نجح ما نجحش ما نجحش، الحمد لله رب العالمين. ربنا يوفق حضرتك. ربنا يوفقنا الحمد لله رب العالمين، يعني الحمد لله رب العالمين. هي كويسه جدا يعني ما شاء الله، يعني شغلها حلو وممتع جدا، يعني اما بشتغل بكون عايزه اطلع احسن حاجه عندي للكلاينت، فالشكل بيطلع في الاخر مرضي يعني بصراحه، بيعجب الكلاينت يعني وكده. لا ما شاء الله اكبر عليك، ربنا يخليك. احنا تعبناك في الكلام. شكرا لحضرتك جدا. العفو. والله انت شرفتنا ونورتينا. يعني بعدا عن اي حاجه، انا عايز اقول لكم تجهيزات الحلقه ديت، قبل الحلقه احنا كنا فصلين ضحك، فالحمد لله ان رحنا النهارده مبسوطه الحمد لله، صح؟ يعني الحمد لله، فانا بحمد ربنا يعني جدا جدا، الحمد لله ان الحلقه عدت على خير. الحمد لله. فاطمه قاعده هاديه جدا، عارفه اللي هو ايه، انا ما شاء الله والله بجد، يعني انا شرفت بيهم جدا، وحلقه انا بتمنى ان هي تتكرر مره واثنين وثلاثه وعشرة ومليون بجد، يعني انتوا قعدتكم جميله وشغلكم جميل، مش بقول شغل برضو يا جماعه، بقول ابداع. وطبعا يعني ديكور انتوا عاملينه في الاستوديو جميل 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 جميل. خد منكم قد ايه؟ خمس دقائق؟ خمس دقائق. ثلاث دقائق والله. والله كمان. حد ينزل تاني؟ لا لا خلاص. شكرا لكم والله وشرفتنا ونورتنا، وان شاء الله نشوفكم في حلقه ثانيه باذن الله. ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله باذن الله. شكرا للساده المشاهدين، ونلقاكم في حلقه قادمه ان شاء الله باذن الله.